بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى الثلاثاء الموافق 1/9/2020 تم تحميل 20 طن من لحوم صكوك الأضاحي موزعة على المحافظات الآتية: محافظة كفر الشيخ 4 طن، محافظة الغربية 4 طن، محافظة الشرقية 3 طن، محافظة الإسماعيلية 3 طن، محافظة دمياط 3 طن، محافظة القاهرة 3 طن. وكل عام وأنتم بخير. اليوم 1/9/2020، الاسم محمد يسر عبد الحميد، متجه إلى محافظة الإسماعيلية بحمولة 3 طن لحوم من صكوك الأضاحي. بسم الله الرحمن الرحيم. كارم فتحي فرحات، حملت 3 طن، متجه إلى الشرقية، تاريخ 1/9/2020. بسم الله الرحيم. محمد يسر عبد الونيس، سواء الشركة العامة لتجارة الجملة. إن شاء الله اليوم 3/1/9/2020 تم تحميل 4 طن لحوم صكوك أضاحي، متجه إن شاء الله لمديرية أوقاف الغربية. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم الدغادي، مندوب الشركة العامة لتجارة الجملة. اليوم 1/9 موافق الثلاثاء، كان تم تحميل 4 طن لحوم أضاحي متوجهة إلى مديرية أوقاف كفر الشيخ. فتح عبد الحليم محمد، مجزر البساتين، 3 طن متجهين لمحافظة دنياط، يوم 1/9/2020.